تباين في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات ما عدا حلب، وأرقام جنونية لأسعار الفروج ومشتقاته في الداخل السوري، وارتفاع كبير في أسعار الأسمنت في سوريا إلى مستوى يعادل السوق السوداء، وارتفاع جديد في أسعار الذهب في الداخل السوري على خلفية ارتفاع سعر الأونص عالميا. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم لليوم الثالث على التوالي. يسطر أهلنا في فلسطين ملحمة عظيمة من ملاحم الدفاع عن الأرض والوطن، لذا أجدد التحية لهم ولكل شخص يدافع عن أرضه ووطنه، والله أسأل أن يرحم الشهداء ويكون عونا للضحايا والأسر التي تشردت وهدمت بيوتهم فوق رؤوسهم. فالدفاع عن الأوطان شرف، وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ يا صاحبي إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وفيما يتعلق بموضوع حلقتنا اليوم، تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات ما عدا حلب خلال تعاملات اليوم 13 أكتوبر 2023. ونؤكد أنه رغم تعافي الليرة السورية وانخفاض الدولار طوال الفترة الماضية وحتى اليوم، لا تزال أسعار السلع والخدمات مرتفعة جدا وفوق تحمل الجميع وفوق طاقتهم. فلينظر التجار حولهم ويروا ما يحدث للدول. ليس المكسب جمع المال فحسب، إنما المكسب أن يبقى الوطن، أن تظل أنت في وطن. فأنا مصري طالما أن مصر باقية وأني أنتمي إليها، ورغم ما يعانيه المواطن السوري من صعوبة في الحالة المعيشية إلا أني أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 11557 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 11500 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 12900 ليرة للبيع و12800 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن ال100 دولار هتساوي 1,280,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، كشف التقارير عن ارتفاع جنوني في أسعار الفروج ومنتجاته. وفي التفاصيل، وصل سعر الفروج وأجزائه لأرقام قياسية غير مسبوقة، فتراوح سعر كيلو شروحات ما بين 65-70,000 ليرة، وصل كيلو السودة لحدود 50,000 ليرة، والدبوس ما بين 40-42,000 ليرة، والوردة لحدود 45,000 ليرة، والكاستة ما بين 45-47,000 ليرة. كما تراوح سعر كيلو الفروج الحي ما بين 33-35,000 ليرة. ومن جانبه، قال نزار سعد الدين رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية، إن سبب ارتفاع الفروج ووصوله لأرقام قياسية غير مسبوقة الشح الشديد في إنتاج الفروج وشبه انعدام في العرض. وأوضح أن لجنة مربي الدواجن حذرت من حدوث فجوة في الإنتاج منذ شهرين، والتي كان سببها خروج المربيين عن الإنتاج خلال الفترة الماضية أثناء موجة الحر الشديد السابقة وانتشار الأمراض التي أدت لنفوق أعداد كبيرة من الفروج. وأشار إلى أن إنتاج الفروج حاليا انخفض بنسبة 60% قياسا للفترة الماضية. وبين نزار سعد الدين أن هناك عودة لنسبة جيدة من المربيين في الوقت الحالي إلى التربية، لكن هذا الأمر لا نلمسه بشكل فوري على الإنتاج، لأن تحسن الإنتاج وزيادته يحتاج لوقت إلى حين انتهاء دورة التربية الجديدة التي تستغرق بحدود 40 يوم. وعلى الجانب الآخر، كشف التقارير عن ارتفاع كبير في أسعار الأسمنت في الداخل السوري إلى مستوى يعادل السوق السوداء. وفي التفاصيل، أصدرت الحكومة مؤخرا قرار برفع سعر الأسمنت ليصبح 1,760,000 ليرة، وهو ما يقارب سعرها الحقيقي بالسوق السوداء، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل حول مردود انعكاسات هذا القرار. وتعليقا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد الجلالي إن قرار الحكومة القاضي برفع سعر الأسمنت لن يكون له أي انعكاس على ارتفاع أسعار العقارات، لأنها بالأساس متدنية
وارتفاعه ما زال أقل من ارتفاع مستوى التضخم، وأوضح أن قرار رفع سعر الأسمنت هو تصحيح السعر للمنتجين، لأن مادة الأسمنت بالأساس غير موجودة بالأسواق، ويتم الحصول عليها من السوق السوداء التي لن يختلف الآن سعرها عن سعر المادة الرسمي. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري، فقد سجلت ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالمية. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل الدولار في دمشق 12900 ليرة للبيع و 12800 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 12950 ليرة للبيع و 12850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 13500 ليرة للبيع و 13400 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 13400 ليرة للبيع و 13300 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 13300 ليرة للبيع و 13200 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 13300 ليرة للبيع و 13200 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 13603 ليرة للبيع و 13492 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 9458 ليرة للبيع و 9376 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 15743 ليرة للبيع و 15611 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 466 ليرة للبيع و 460 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3443 ليرة للبيع و 3413 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 41718 ليرة للبيع و 41369 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3512 ليرة للبيع و 3482 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3544 ليرة للبيع و 3513 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 18192 ليرة للبيع و 18043 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 417 ليرة للبيع و 412 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل جرام الذهب عيار 24 766 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 673 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 577 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1855 دولار فاصل 44 سنت، وسجلت ليرة الذهب 5,365,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 417 دولار فاصل 55 سنت، وسجلت أونصة الفضة 288,733 ليرة سورية اللي بتساوي 21 دولار فاصل 84 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 9,026 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان يسجل مستويات 89,500 ليرة للبيع و 89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. ادعمني وتابعني، أنا حسين علي، هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.